قول لي مين له مصلحه في قتله؟ يا باشا انا لو اعرف اقول على طول، انما انا ما اعرفش حاجه. كان في عداوه بين القتيل وبين اي حد من اهل الحاره؟ الله يرحمك عم رزق، عم رزق ده كان راجل غلبان وزي النسمه ومش بتاع مشاكل. ولما هو مش بتاع مشاكل اتقتل ليه؟ افترى بعيد عنك يا باشا، اصل يا باشا ولاد الحرام بقوا كتير اليومين دول. اتكلم عادل احسن لك وما تخبيش عني اي حاجه. وانا هخبى عن سعادتك ليه بس يا باشا؟ يمكن خايف او حد مهددك. يا باشا انا ما بخافش غير من اللي خلقني، وبعدين سعادتك يعني انا لو اعرف اي حاجه كنت قلت على طول. يعني ما تعرفش مين اللي قتله؟ حد الله ما بيننا وما بين القرش الحرام يا باشا، وبعدين سعادتك رزق ده كان راجل حنين وطيب، يعني فيش حد يقول له سلام عليكم غير لما يقول له تصبح على خير، واحد زي ده يتقتل ازاي؟ قول لي سعادتك انت يتقتل ازاي؟ انا هنا اللي بسأل. اسف يا باشا. انت بيقولوا عليك معلم المنطقة، والحتة كلها في عيبك، يعني ما فيش حاجة بتحصل هنا وتستخبى عليك. بكل تواضع يا باشا ده حقيقي، بس سعادتك يعني مفيش حاجة بتحصل في المنطقة أو هتحصل غير لما حد يبلغني. طب وخبر قتل عم رزق ده بقى؟ محدش بلغني يا باشا. بعد إذنك يا باشا يعني أنا هقول لسعادتك حاجة يمكن تفيدك في الأستاذ اللي بيكتب ده. سعادتك يا باشا من النهاردة من الساعة دي أنا وهبت نفسي لسعادتك. يحرم على قبضايا الأكل والزاد والشرب والمية غير لما نعرف مين اللي سرق الخزنة. خزنة؟ خزنة إيه؟ هو مش سرق الخزنة سعادتك؟ ده انت شكلك مبارش مع الاخر، امشي يا ضنت. ماشي تصبح على خير يا باشا. اتفضلي اقعدي يا ست انشراح. يزيد فضلك يا باشا. ها، ايه اللي تعرفيه بقى عن الجريمة؟ أنا ما أعرفش يا باشا غير إننا نمنا، صحينا لقينا الخبر المهبب ده. أكتر من كده، أقل من كده، أنا ما أعرفش حاجة. كان في عداوة بين رزق السايس وبين أي حد في الحارة؟ عم رزق الله يرحمه كان راجل طيب قوي، وكان ماشي جنب الحيط. ولو يطول يمشي جوه الحيط كان مشي، وكل الناس بتحبه وبتحب تخدمه. يعني انت ما بتتهميش اي حد بقتله؟ لا يا باشا انا ما بتهمش حد، بس ولاد الحرام ما خلوش حاجه لاولاد الحلال. عندك اي اقوال تانية؟ لا يا باشا ما عنديش. طب امضي هنا وتقدري تتفضلي. اللي بعده يا ابني. الباقيه في حياتك يا نوفل، شد حيلك. هل اتقطع يا معلمة بموت اخويا؟ أقول إيه؟ ربنا على المفتري، ربنا على المفتري. تقصد مين المفتري يا نوفل؟ منه لله اللي عملها، منه لله. خلاص خلاص يا أخويا، صحتك بالدنيا. مش كفاية اللي حصل يا نوفل؟ ولا أنت عايز تحصل أخوك أنت الآخر؟ اسكت يا نوفل، اسكت. ربنا يصبرك يا عم نوفل، وما تقلقش خالص. العزا والدفنة والجنازة كله عندي. انت عارف احنا اهل مع بعضينا، وانت عارف انا ما بتاخرش، ولو افتكرت حاجه بقول لي. السلام عليكم. ربنا يخليك طول عمرك صاحبه واجب يا معلمه، طول عمرك. ربنا يخليك يا معلمه ويعلي مراتبك كمان وكمان. يعني انت ما تعرفش مين اللي قتله؟ لا يا باشا، احنا صحينا الصبح على الخبر، لا حد شاف حاجه ولا عارف حاجه. كان في عداوه بين المجني عليه وبين اي حد في الحاره؟ الله اعلم باللي في النفوس يا باشا. يعني انت ما بتتهمش حد بقتل رزق السايس يا حربي؟ لا يا باشا، العلم عند الله. يا زين، عاوز تقول حاجة؟ شاكك في حد؟ زي ما قال حرب يا باشا، العلم عند الله. طب امضوا على المحضر وامشوا انتم دلوقتي، واذا احتجتكم اكيد هستدعيكم تاني. طب معلش يا باشا سؤال كده بعد اذن سعادتك. امتى نقدر نستلم الجثه؟ سعادتك عارف ان اكرام الميت دفن. مفهوم. على بعد الظهر ان شاء الله تقدروا تستلموا الجثه من المشرحه وتصريح الدفن كمان. تشكر يا باشا. نادي على اللي بعده. نوفل عبد الشافي محروس، عطيات محمد عبد الرازق. حاضر حاضر. يلا يا نوفل حيزلنا، شد حيلك. معلش يا اخويا. مش تفتح يا عم نوفل، خلي بالك على روحك وبلاش تطش الكلام، ولا بلاش، انت راجل طيب وعارف مصلحتك كويس. هو الحي يبقى من ميت طنط، فكري لو نسي، مش عايزك توحشني. يلا يلا يا عم نوفل، اتكل على الله.
ولا شفنا حاجة ولا عرفنا حاجة. بلاش طرطشة الكلام أبوس إيدك. أخويا أبويا وصلوني. اتفضل. استنى يا زين. لحد امتى هتقول لي استنى؟ تخلص ليت عم رزق الاول واللي رايده ربنا هيكون. وايه اللي جابها دي كمان؟ انت تعرفها؟ قابلتها في القسم وما سحبوني على هناك وكرموني اخر كرم. كانت معبود عليها يا رخرة ولا ايه؟ شكلها كده معرفة ضابط المباحث اللي شغال مع المقدم اكرم. وجاي تهب بيه دي. انا عارف. زين هات مفاتيح العربية واستنى انت هنا مع الرجالة لغاية نبقى متخلص. وبعد كده خد بركة وروح مع عم نوفل على المشرحة عشان تجيب جثة عم رزق. عشان نحاول ندفنه قبل المغرب. وانت هتروح فين؟ اروح ابلغ دنيا، ده ابوها برضه لازم تعرف اللي حصل. حربي ازاي؟ ازيك يا استاذه؟ شكلك النهارده احسن بكتير من يوم قابلتك في القسم. ربنا يخليكي، دايما جابره بخاطر. معلش بقى، مكتوب علينا نتقابل في ظروف مش لطيفة. حضرتك بقى جاية تعزي ولا جاية في شغل؟ الاتنين. بس حظي اني انا شفتك بقى. اشمعنى؟ يعني يمكن اقدر اطلع منك بأي معلومات عن القضية. اصل بصراحة محدش راضي يتكلم معايا. ممكن محدش قادر يتكلم معاكي. ولا حتى انت؟ يقدر على القدرة لربنا يا استاذة. عموما لو عايزة تعرفي اي حاجة، شايفة الجدع ابو طاقية اللي واقف هناك ده؟ اسمه زين لاشر، هو الوحيد اللي ممكن يقولك على كل حاجة. بالإذن. الحق يا زين، الحق يا زين، زين ده جاي علينا. الحق الحق الحق. انت زين الأشقر؟ انا أماني حسنين المصري، صحفية في جورنال حق الناس. ممكن تساعدني؟ لا مؤاخذة، يعني انا هساعدك في ايه؟ يعني تحكي لي كل اللي حصل هنا بالتفصيل. ما انا شايفك كنت واقفة مع ضابط المباحث، اكيد قالك على كل حاجة. ظباط البوليس دول ولا تاخد منهم حق ولا باطل. انا عايز اعرف تفاصيل الحكايه، اقابل ناس، عاوز اعرف الكلام اللي جواهم اللي ما بيتقالش لحد ابدا. ها احكي لي بالتفصيل بقى اللي حصل. اسمع يا عزام، انا وانت لازم نختم مسؤوليتنا من الحكايه دي. رشوان هو اللي مسؤول. البضاعه كانت في عربيه من عربياته، وانت عارف رشوان ومشاكله في السوق. لاجل اللي عمل فيه العمله دي، حد كان عايز يلهب فلوس ولا حاجه. كل الكلام ده ما يفرقش مع الباشا الكبير. بس الكلام ده لازم يوصل للباشا الكبير. اسمع يا عزام، المركب بتغرق وانا مش ناوي اغرق فيها. مش رشوان هو اللي يغلط وبعدين احنا ندفع الثمن. مش وقت الكلام ده يا عنتر. احنا لسه قدامنا مهله لاخر الاسبوع ده نعرف البضاعه راحت فين. وبعدين لو كل واحد مننا حب يخلع من الورطه دي والباشا حس، هيحس ان احنا وقعنا في بعض ومش عارفين نتصرف، ساعتها هيحملنا كلنا المسؤوليه. انا رايي بقى ان احنا نلم الدور ونحط احنا الثلاثه ايدينا في ايدين بعض لحد ما نوصل للي عمل العمله دي. لو ما وصلناش ساعتها بقى اللي عنده حاجه يقولها يقولها.